صعبة وخطيرة تلعب من هناك على الجهة اليسرى والتغطية الدفاعية مباشرة ركلة إدخال للتمس. تلعب ركلة الإدخال توصل على الجهة اليسرى مع شريف محسن. شريف محسن محاولتها، أوه هدف أول، أول أهداف المباراة في الدقيقتين الأخيرتين من عمر اللقاء لصالح نادي فهد الأحمد بواسطة اللاعب علي البطي، كان في المكان المناسب وفي الوقت المناسب لكي يفتتح مجال التسجيل لصالح نادي فهد الأحمد. هاي المحاولة والتسديدة باليمنى ثم في المكان والوقت المناسبين علي البطي يفتح مجال التسجيل عن الكرة في الأرجل. هاي الكرة هذه من مسجل الهدف علي البطي، أوه هدف ثاني ممتاز علي البطي مرر على الطبق، هدف ثاني ممتاز لصالح نادي أحمد أحمد. في الثواني الأخيرة من عمر هذه المباراة صارت النتيجة أيضا هذا للكرة الثنائية الممتازة، وهو الهدف الثاني لصالح نادي فهد الأحمد. 2-0 صارت النتيجة الآن منذ 34 عاما. طبعا أعطى للكويتيين، أعطى لهم النزعة والرغبة في تنظيم دورات أخرى، وهدف ثالث. وكان كل شيء حدث في الدقيقتين الأخيرتين من عمر المباراة، صارت النتيجة 3-0 لصالح نادي فهد الأحمد. في وقت استسلم فريق السهد تماما، السد استسلم تماما في هذه المباراة وتلقى 3 أهداف في ظرف 3 دقائق. في وقت كنت أتحدث عن دورات عديدة تنظم، صارت تنظم الآن في الكويت وفي الخليج، من دورات كانت عادية إلى دورات صارت تقتل